النهارده عايز اتكلم مع حضراتكم على مشكله من المشاكل الحقيقه اللي بتواجهنا دايما في فصل الصيف، موضوع الاصابه بالفطريات او الحاجه اللي بنسميها التينيا. التينيا دي عباره عن مجموعه من الفطريات بتصيب الانسان في جسمه في اكتر من مكان الحقيقه، على حسب المكان ده بنسمي اسم المرض. يعني في مثلا التينيا ملونه، ودي دايما بتيجي للشباب، تظهر حقيقه بقع بيضه او بقع بني او بقع لونها وردي في اماكن، ممكن تبقى الرقبه، الصدر، الكتف، الدراع، خصوصا فترة الصيف. الحقيقة هي مش مؤلمة ولا بمعها حكة، ولكنها بتسبب حاجة نفسية مش جميلة للإنسان، لأنه ما يحبش يشوف حد يشوفه بالشكل ده. دي نتيجة إصابة مجموعة من الفطريات بتيجي، بتحتاج حاجتين: ارتفاع في درجة الحرارة والرطوبة. طبعا مع الصيف احنا كتير بننسى نفسنا، نلبس ملابس من خيوط صناعية تخلينا نعرق أكتر، ما نتعرضش للتهوية أكتر، فنلاقي العرق يكتر فتقوم تظهر هذه الفطريات. بتاخد كذا شكل الحقيقه، ممكن تبقى بقع بيضه زي ما قلت، او وردي او بني او لون البيج، ولا يصاحبها اي اعراض. طيب نعمل ايه عشان خاطر نتحاشى الاصابه بدي؟ واحد، دايما ملابس قطنيه 100%. التهويه الجيده، علينا الاستحمام اليومي مهم. الحاجه الثانيه، ما البس ابدا لبس اي حد ثاني، فده موضوع مهم جدا. النوع الثاني من الفطريات برضو اللي بيجي في الصيف، اللي بتيجي بين الفخذين، عيط التهاب مؤلم، ودي عادة بتيجي للناس اللي بتروح البحر ويفضل قاعد لابس مايو ويطلع من البحر سايبه مبلول من غير ما يغيره ويجفف جسمه. فبحذر الناس تاخد بالها دايما من الحكاية دي، علاجها بمضادات الفطريات والتجفيف الكامل. النوع الثالث من التانية، اللي بيجي بين صابع قدم، ودي الحقيقة منتشر قوي، تلاقي ناس كتير يقولك بين صابع رجلي في التهاب جامد، ممكن يعمل لون أبيض وبيبقى مؤلم جدا. دي برضو من الحاجات اللي بتنتج نتيجة ان الواحد يبقى لابس الجزمة ومشروب طول اليوم ومن غير تهوية. كمان الناس لما بتتوضى وتنسى تسيب المية بين صوابع رجليها من غير ما تنشفها، بتزود العملية. او الناس اللي بتستخدم فوطة قماش في التجفيف الصوابع، طبعا غلط، لان لما بجيب فوطة قماش حتى لو كنت مخصصها رجليها بس وانشف وبعد شوية ارجع انشف تاني، فانا بشيل الميكروب وارجعه. عشان كده بنقول نجفف بورق، اللي هو الورق اللي هو اللي هو الكوره الدواره، الحاجات الورق بتاع الحمام، يعني مش عايز اقول اسماء عشان ما تبقاش دعايه، اللي هو الورق التيشو بيبر، اوراق التواليت. تمام، دي احسن حاجه لتجفيف بين صوابع الرجلين، لانها بتخلصي من الميكروب وما بتخليش فيه اي ميه. تمام، مع التهويه الجيده انا اخلص. يبقى انا كده عندي ثلاث انواع من الفطريات: تينيا ملونه عرفنا نتعامل معاها ازاي، تينيا بين الفخذين وبين الثنايا عرفنا نتعامل معاها ازاي، وتينيا بين الاصابع. لو عملنا كده نقضي صيف الحمد لله بدون اي اصابه فطريه ولا تانيه ان شاء الله.